في الجزء الثاني بعد ما كملنا البيشنت بروفايل بدا بتحكي لنا بعدين ايش بيشتغل المريض، هل مهم هذا في العظام او حتى غير العظام؟ طبعا مهم، بس مثلا بالعظام يعني اذا المريض قال لك ان انا بشتغل مثلا كحيل حجر مثلا، هذا بيكون بيشتغل باماكن عاليه، فاي سقوط راح يكون هذا هاي انرجي تروما، هاي انرجي تروما اللي هو 2 تايمز ذا هايت اوف ذا بيشنت، يعني مثلا عن طولي 1.70 3 امتار و 40 بالنسبة لي فوق 3 امتار ونص، يعني راح تكون ايش؟ هاي انرجي تروما. اذا المريض بيشتغل طبيب مثلا وبهاي الايام يعني هيلث وركر، بهاي الايام شوفوا الانفكشن ممكن يكون، ممكن غز نفسه ابره فالمريض عنده هيباتايتس، اذا انت بدك تعرف شو الشغل المريض لانه بهمك، ممكن تكون المشكله مع من شغل المريض، ممكن مدرس بده يكتب ايده هيك بعدين يصير عنده كتفه يوجعه، بدك تعرف اذا شو شغله المريض لانه ممكن تفيدك في الدياجنوسيس وممكن يكون تفيدك في المانجمنت. يعني مثلا واحد انكسرت الفور ارم عنده ومثلا ألنر فراكتشر وما كانش بدها عملية وحطت اليوتيلس وهو بيشتغل مثلا طالب بالجامعة وهو بيكتب بإيده اليمين وهي صارت بإيده الشمال، ليش تعطي إجازة مثلا؟ ليش تعطي إجازة طويلة؟ خلص ما هو محطوط اليوتيلس ومسكن الألم وخلص، أما والله بإيده اليمين كيف بده يروح على الامتحان يكتب؟ أو مجبسن إيده، فإذا هذا تختلف برضو، هاي مهمة عشان الدومينانت هاند برضو، لكن تختلف إنه تعرف إيش مهنة المريض عشان تعرف شو اللي تعطيه. هل المريض قادر؟ واحد بتشتغل عامل ورجليه فيهم مشكلة، وحتى لو طاب الكسر مثلا أو طابت الـ ACL injury اللي هي الرباط الصليبي او الرباط المتصارب الامامي، طب عملنا له عمليه لكن شو راح ينتج عنها؟ راح ينتج عنها ويستنج في المسلز، الويستنج هذا راح يضاعف الفانكشن تبعت اللم، فهذا ما راح ترجعه على شغله الى ما يعمل علاج طبيعي. اذا مهنه المريض مهمه. نيجي بعدين على متى اخذ الهستري، هذا شيء مهم اولا مش بس مجرد كلاركينج، لا هو للتوثيق دوكيومنتيشن متى اخذت الهيستوري، لانه بيفرق الهيستوري اذا اخذته اليوم عن بكره عن بعد بكره لانه ممكن يصير مضاعفات عنده. هاي وحده. ثاني اشي مهم عشان نعرف لما تيجي تحكي لنا مثلا دخل المريض، اذا داخل المريض على المستشفى، اذا انت هذا دخل المريض بتاخذها وين بالوورد، تكتب ادمتد اون وينزداي كذا كذا، هذا بالوورد لانه ادمتد، اذا هو بالوورد. لكن بالعياده ما بكون ادمتد، بالامرجنسي ما بكون ادمتد، انت بدك تعمل له ادمشن او اذا احتاج في الطوارئ، اما بالعياده ما بكون ادمتد، والادمشن بكون ايش؟ بكون عباره عن سكيدول، فبكون كولد كيس مو زي الامرجنسي بكون هوت كيس. فعشان هيك اذا انت اخذت ادمتد اون كذا كذا بدك تكتب ثرو ايمرجنسي روم او ثرو اوت بيشنت كلينك، وهذا بدل لك على الارجنسي اوف ذا بروبلم ذات ذا بيشنت كومبلينز اوف. بعدين برضو مهم عشان نعرف يعني ما يصير خلط عندنا بالاوقات، يعني مثلا انت بدك تحكي في الشيف كومبلينت، هلا راح نيجي عليها بعد شوي، بدك تحكي the patient complains of right shoulder pain of 3 days duration. طب 3 days duration، طب هو دخل متى؟ من 3 days ولا اليوم؟ تفرق معك. أو بدك تكتب of 1 day prior to admission، يعني هو دخل من يومين بس قبلها بيوم كان عنده الألم، تصير تكتب هذا وتصير تكتب هذا في الشيف كومبلينت. فأنت مهم أنه تكتب
تاريخ الدخول وبعدين وتاريخ الهيستري، تاريخ الدخول وتاريخ الهيستري هذا اذا كان داخل. بعدين بدنا نيجي على طبعا حكيت لكم عن الهيستري از تيكن فروم مين السورس اوف الهيستري، هذا لازم تحطوه برضه بالبيشنت. هلا نيجي على تشيف كومبلينت، هون بدينا الاشياء المهمه. تشيف كومبلينت بدك تحط عليها او تحط فيها على الاصح اربع اشياء. شو هم الاربع اشياء يا شباب؟ يلا وقفوا تسجيل وقولوا واحد اثنين ثلاثة أربعة. شو هم؟ يلا خلال هذا الوقت التفكير بدنا نحط لكم صورة. خلصنا. الصورة. واحد presenting symptom. شو اللي جاب المريض؟ شو اللي خلى المريض يجي على المستشفى او على العيادة او على الطوارئ؟ شو اللي جابه؟ هذا مثلا abdominal pain، dysuria، hip pain، inability to move the elbow اللي هي يسموها ايش؟ stiffness. بعدين بنحط duration، بس عندنا بالعظام في شيء قبل الديوريشن بدنا نحطه اللي هم سايد اند سايد، سايد اوف ذا بين وسايد، لانه احنا عندنا رايت وليفت، هاي احنا قلنا للعيون وللاذنيه. طيب لانه شيء مهم جدا انك تكتب رايت وليفت، لانه مرات بصير خلط حتى بالعمليات، ممكن يصير خطا انه واحد ينعمل له جهه الغلط، العملية في الجهة الغلط، وبتصير هذا بتصير أحيانا، وهذا شيء مش كويس يعني إنه يصير، لأنه إذا إنه رجعوا للهيستوري وأنت مو كاتب، يعني مثلا في العملية قالوا أي رجل إيه صاروا مخدرين المريض ما عندوش تايم أوت، الأصل إنه عمل تايم أوت قبل لا يتخدر المريض، يسأل المريض أي رجل بدك تعملها؟ بعدين لازم يكون معلم على الرجل ماركينج، انكتب بالإنيشيالز يعني مثلا محمد أكرم إم إي. طيب نحكي نجيب اسم واحد فيكم عمر بدارنة مثلا، هذا انه سي ار تبع المجموعه اللي معانا، او بي بكتب او بي بنعرف مين هذا الاو بي، مين اللي حط له هاي المارك اذا كانت غلط ولا صح ولا كيف. طيب مش محطوط له مارك ومش سائلين المريض ما عندوش تايم اوت، شوف تراكم الاخطاء. هسه بيجي ممكن يحل لنا الخطأ اللي هو الهيستوري إذا مكتوب. طب افرض بالهيستوري أنت كاتب على الشيف كومبلينت رايت وبالهيستوري بريزنت إمس كاتب ليفت، مصيبة ما بصير، لازم إنك تكتب السايد وتحكي عن السايد الثاني إذا في ألم، وتحكي مين اللي جاب المريض أي سايد، لكن أنت دائما بتحط في الشيف كومبلينت سايد والسايد. هلا سايد سايد، طب اقول لك دكتور ايدي بتوجعني، طب الايد في الطب هي هاي هذه بس، هي من الريست للاصابع هذه هي، لكن الناس مش بالطب العامه بقول لك ايدي يعني من هون الابر ليم كلها، يعني تنكوع وبوجه بقول لك ايدي بتوجعني، ايدي بتوجعني وباشر لك على ايدي. اذا اكزاكت سايد، ما تحكي لي والله patient words علمونا بالintroductory course انه نحكي شو ما بحكي المريض، يعني اذا المريض حكى شو اسمه مثلا كوعه بنسميه منخاري، هو هيك حافظها من اهله انه منخاري يعني كوع. طيب نروح نكتب منخار وبوجه، طب ليه جابوه على العظام؟ كوع وبوجه. فاذا انت بدك تكتب exact site، ثم طبعا قبلها بكون كاتب السايد رايت ولا لا. اذا اربع اركان presenting symptom سايد سايد اند ديوريشن.
زي ما قلت لكم ديوريشن ممكن تكتب برايفت ادمشن اذا كان ادميتد، وممكن تكتبها حتى وهو ادميتد تكتب مثلا 13 دايز اجو، بس بدك تكون كاتب الديت اوف ادمشن وين ديد ذا بيشنت انتر ذا هوسبيتال. اوكي، اذا ضل شغله واحده بس نحكيها، نحط كم سيمتوم في ال، في ناس بقول لك نحط اكثر شيء ثلاثه اكثر شيء اثنين، مش عارف، لا مش هيك. شو اللي جاب المريض؟ اذا جاب المريض تو سيمتومز نحط التو سيمتومز، نحط الاولويه لمين؟ للديوريشن او لا المور سيفير. طيب، بس يعني الافضل انك تحط السيمتوم اللي جابه المريض. مرات المريض بيختلط عليه الامور وبقول لك عده اشياء من الاسوسييتد سيمتومز بحطها مع البريزنتنج سيمتومز، فانت بتشوف اللي جاب المريض ايش. مثلا مريض قال لك دكتور انا رجلي وارمه وايدي بتوجعني، قال لي رجلي بتوجعني ورجلي وارمه ولونها احمر وحاميه، كلها انفلاماتوري ساينز. طيب احط اي واحده فيهم؟ تسال المريض ايش اللي جابها؟ كم يوم لها؟ بقول لك مثلا لها 4 ايام. طب من 4 ايام ليش جيت اليوم؟ بقول لك لانه رجلي وجعتني بزياده، فاذا بدك تحط بين، هو البين اللي جاب المريض، مش عشان صار ممكن يكون البين زي ما هو. ويقول لك انا ات جود سوولينج، اذا سوولينج هو اللي جاب المريض، اذا مش البين، البين ضل زي ما هو، بس لما شافها وربت هذا اللي اللي خلى المريض يجي، مش البين، البين ضل زي ما هو من البدايه. فاذا انت هون بالهيستوري تبعك، بالاكسبيرينس تبعتك في اخذ الهيستوري، راح تعرف انه ايش اللي جاب المريض، فبتحطها. انا بفضل يكون واحده، لكن ممكن تكون اثنتين او ثلاثه، ما في مشكله، لكن حاولوا تخلوها واحده. شوفوا ايش اللي جاب المريض على المستشفى يشكي لك من المشكله. مرة تكون البين قديم بس انه زاد، فانت بتحط بين. طب تحطه من لما زاد ولا القديم؟ لا، انت بتحطه القديم، وبالهيستوري بريزنت النس بتحكي لنا انه زاد، فاحنا بنعرف انه ليش اجى المريض اليوم، لانه زاد الالم عليه من امبارح. طيب، فهذا بتبين بالهيستوري بريزنت النس. هلا نيجي على الهيستوري بريزنت النس. الهيستوري بريزنت النس اول شيء بنعمله فيه بنعمل اناليسيس او سيمتومز اللي حطيناها في البريزنتنج سيمتوم اللي هي تشيف كنترول اناليسيس. مش بس البين اللي بتحطوا له سقراطس، لا حتى السويلينج، الريدنس يعني تشينجين كلر بتحطوها، يعني ممكن يكون اول شيء تشينجين كلر في بقعة معينة، بعدين زادت أكثر، بعدين زاد الريدنس تبعته، بعدين صارت شايني مثلا، يعني هذا المريض بدي أقول لك إياها فهي سيمتوم، أما إذا أنت شفتها بعينك فهي ساين. هلا الشغلة اللي أنا قلت لكم عنها أول اللي هي متى نحط الديفرنشال دايجنوسيس، أنا سميتها البي إن سبورتس، بي إن سبورتس تكنيك. ليش؟ لأن بي إن سبورت بضلهم يقولوا لك الشوط الأول شوط اللاعبين والشوط الثاني شوط المدربين، وأنا كذلك بقول الشيف كومبلينت شوط المريض، شوط المرضى، والهيستوري بريزنت إلنس هو شوط الدكاترة، الدكتور هو اللي بيحلل الشيف كومبلينت، بيحلل الشوط الأول وبعدين بيطلع بطريقة معينة بتوصله لدياجنوزيز من الديفرنشال دياجنوزيز اللي بده يبدأ يفكر فيها من بعد الشيف كومبلينت، وليس من بعد الهيستوري يصير يفكر بالديفرنشال دياجنوز على حسب ما هو أخذ. لا، لأنه هيك الهيستوري تبعه بده يكون ديفكتيف، بده يكون نسي أشياء. أما لما تكون أنت حاط مثلا واحد أبدو لابين، وأنت حطيت مثلا من الموست كومون للليست كومون، ومن الموست سيفير او الموست امبورتنت للليست امبورتنت،
مثلا most common most common شو gastroenteritis بنحطها food poisoning بنحطها appendicitis بنحطها مثلا cholecystitis على طبعا حسب عمر المريض وكذا بنحطها pancreatitis بنحطها بنحط تيومر ممكن نحط تيومر ممكن يكون تيومر عنده بس انا ما بصير احط اول واحد تيومر هذا لا يجوز زي الزميل اللي بيوم من الايام سالوا شو واحد عمره 23 سنه كانه وعنده تشيست بين بيقولوا له ايش ديفرنشال دايجنوزز قاري الكاردكس تبع التمريض وقال لهم كارديومايوباثي طبعا الكارديومايوباثي دايجنوزز اكسكلوجن يعني بعد ما انا اي اكسكلود اول ذا دايجنوزز بروح بحكي انه ممكن يكون ممكن حتى ما بقول عنده كارديومايوباثي بقول ممكن يكون كارديومايوباثي خلينا نفحص كذا بس بكون انا اي اكسكلود ذا ماسكولوسكيليتال بين نمونيا روماتيك ديزيز ايش كمان في اشياء بالتشست ممكن تعمل بين شو ضل الاشياء مثلا شينجلز مثلا سكن انفكشنز يعني سيلولايتس اريسيبلاس ابسس مثلا احنا بنحط اول شيء الاشياء الكومون مش بنحط الليست كومون او اللي باي اكسكلوجن لازم انا احطه فاذا حطينا الابدومين بين الديفرنشال دايجنوز من الموست كومون طب واحد منكم ممكن يقول لي طب دكتور طب ما يمكن المريض صار معه حادث وعنده بليدنج بيريتونايتس او يسموها بلانت انجري طيب وبليدنج طيب هذا مو غلط بتحطه اول شيء هذا بس يو هاف تو اكسكلود ات فانت بالهيستوري بريزنت الناس تحكي نو هيستوري اوف تروما اذا واحد سالك يا عمي شو دخل التروما بتقول له دكتور ما هو ممكن يكون بلانت تروما وسبب من البين فهيك انا بقول هذا الزلمه واعي وهذا سيف دكتور سال عن التروما اما مش انت تقعد ساعه وانت تسال المريض وما تسالوش عن التروما وبالاخير يطلع عنده تروما بنكمل بالجزء الثاني.